التاسعة صباحا في القاهرة، موجز الأخبار، أهلا بكم. يترأس اليوم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات الأمنية والاقتصادية ولمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تمهيدا للموافقة عليه ورفعه إلى مجلس الدولة. يتناول الاجتماع أيضا متابعة لقرارات رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطع أراض للمنفعة العامة ومتابعة لملف توفير السلع وبطاقات التموين وتقارير الوزراء المتنوعة. تستكمل اليوم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب جلسات الاستماع حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية. كان رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة قد أعلن أن مشروع القانون سيكون جاهزا للمناقشة بالجلسة العامة لمجلس النواب بنهاية سبتمبر القادم. وصف السفير السعودي في واشنطن الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز قطر بأنها تشكل تهديدا للأمن الوطني السعودي بالتدخل في سياساتها الداخلية ولدعمها المتطرفين. قال السفير السعودي في حوار مع صحيفة واشنطن بوست إن الدوحة دعمت التنظيمات التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا وبعض الميليشيات الإرهابية في العراق، مؤكدا أن المشكلة في قطر تكمن في أن حكومتها هي التي تمول الإرهاب وليس أفرادا بالدولة. أظهرت نتائج أولية نشرت اليوم في كينيا تحقيق الرئيس المنتهي ولايته أوهورو كينياتا تقدما بارزا في الانتخابات الرئاسية. ومع فرز أكثر من 10 ملايين صوت حقق كينياتا 55% من الأصوات في مقابل 44% لمرشح المعارضة رايلا أودينجا بفارق يبلغ 1.1 صوتا بحسب النتائج المبكرة التي أعلنتها اللجنة الانتخابية. يأتي هذا فيما أعلن أودينجا رفضه للنتائج التي قالتها اللجنة الانتخابية في البلاد بشأن انتخابات الرئاسة التي أجريت يوم الثلاثاء. شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الليلة غارات جوية على عدد من الأهداف المتنوعة في قطاع غزة، وقد استهدفت الطائرات الإسرائيلية موقعا للمقاومة بغرب المدينة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية إصابة 3 مواطنين بجروح جراء عملية القصف الإسرائيلي. قتل 29 مدنيا من بينهم 14 طفلا في غارات جوية شنها التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي في الساعات 24 الماضية في رقة المعقل الرئيس للتنظيم الإرهابي. بدوره لم يعلق التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية على هذه الغارة التي تسببت في مقتل وإصابة العشرة من المدنيين. لقي 13 شخصا مع صراعهم مصيبة، 175 آخرون في زلزال قوي ضرب منطقة شينجيانغ بشمال غرب الصين. الهزة الأرضية سجلت 6.3 على مقياس ريختر، وقد تبعتها هزتان ارتداديتان آخريان بحسب مركز المسح الجيولوجي الأمريكي. أسفر الزلزال عن تضرر الآلاف من المنازل. نهاية موجز الأخبار، شكرا وإلى الملتقى.